السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. أفضل شركة تداول الذهب في الإمارات 2021 2022، ما هي أفضل شركة وأفضل وسيط موثوق ومضمون ومرخص بالشكل المناسب والكامل والحقيقي لتداول الذهب بنظام الرافع المالي عبر الإنترنت؟ طبعا تداول الذهب هنا نقصد به تداول الذهب بنظام عقود الذهب الإلكترونية. يعني الآن أنت بتفتح الحساب، بتقوم بدخول صفقات شراء أو بيع لعقود أونصة الذهب، وبتربح بناء على السعر العالمي. هذا التداول بنظام الرافع المالية. النظام الرافع المالية يسمح لك بأن تتداول بما قيمته مئات أضعاف رأس مالك الأصلي، لأن الرافع المالية عبارة عن تسهيل تجاري مجاني، يعطيك يضاعف القوة الشرائية لرأس مالك مئات المرات مجانا. كما تستطيع أن تربح إذا ارتفعت الأسعار وإذا انخفضت الأسعار. إذا ارتفعت الأسعار من خلال صفقة الشراء التي نعرفها جميعا، وإذا انخفضت الأسعار أيضا من خلال صفقة البيع. صفقة البيع يجب أن يتبعها نزول لسعر الذهب حتى تربح، هي عكس الشراء. طبعا هي صفقة البيع، صفقة اسمها صفقة البيع، ليست مرتبطة بالشراء السابق، صفقة مستقلة ومنفردة. إذا تداول الذهب بنظام الرافع المالية عبر الإنترنت سمح للجميع أن يتداولوا، لأنه يضاعف القوة الشرائية لهم مئات المرات مجانا. يعني أنت الآن قبل الرافع المالي ما كان يقدر يتداول في هذا الأسواق الذهب العالمية إلا اللي معهم مئات الآلاف والملايين. الآن ب1000 دولار أو ب100 دولار حتى بتقدر تبدأ تداول الذهب عبر الإنترنت، وبتربح أرباح مجزية وجيدة. الآن طبعا لما تسجل الحساب من خلال الشركة الموثوقة، أفضل الشركات في الإمارات، بتنزل منصة التداول، لديك بيكون سعر الذهب، رمز الذهب XAU أو جولد مقابل الدولار الأمريكي لكل أونصة. يعني إذا كان مثلا السعر 1850، يعني أن سعر الأونصة الآن 1850، هذا السعر يأتي مباشرة من الأسواق العالمية، يتغير في كل لحظة. تقدر أنك تأخذ صفقة شراء أو صفقة بيع. طبعا كل ما يتحرك بالنسبة لرفع مالي مثلا 1 إلى 100، كل ما يتحرك 10 سنتات هذا يعني نقطة. يعني إذا اشتريت سعر 1850 وارتفع من 1850 ل 1850 و10 سنتات، معناته ارتفع نقطة، أنت الآن تربح نقطة. النقطة قيمتها بالربح 10 دولار بالنسبة لصفقة بحجم 1 لوت، يعني برأس مال 1000 دولار برفع مالية 1 إلى 100. إذا دخلت صفقة 1 لوت تحتاج صفقة 1 لوت إلى 1000 دولار. إذا دخلت الصفقة كل نقطة الآن تربح 10 دولار. يعني علينا أن نتخيل أنه إذا ارتفع السعر من 1850 ل 1860 دولار، وهذا ممكن خلال دقائق طبعا، بتربح أنت 100 نقطة. يعني الألف بتربح ألف، العشر آلاف تربح 10,000 إلى آخره. هذا بالنسبة لتداول الذهب. بصفقات بيع نفس المقياس، وفي حالة الخسارة طبعا لا سمح الله نفس المقياس. طبعا الرافعة المالية في حالة الخسارة لا تدفع معك، انتبه، يعني يجب أن تدرك معنى الرافعة المالية. الآن ما هي أفضل شركة تداول الذهب، أفضل شركة لتداول الذهب، أفضل وسيط موثوق ومرخص في الإمارات؟ طبعا الشركات الموثوقة هي الشركات المرخصة بشكل كامل وحقيقي. انتبه لكلمة حقيقي، ليش؟ لأنه في شركات تدعي أنها مرخصة، مرخصة بشكل كامل وحقيقي من سلطة دبي المالية أو من بنك الإمارات المركزي، بشرط أنه يكون مقرها في الإمارات وعنوانها الرئيسي لوجودها الحقيقي، وتقدم أفضل الخدمات والتنوع والمزايا للمتداولين. الآن أي شركة، في شركات كثير نصابة وهمية بتدعي أنها مرخصة، بتقول لك إحنا بندير لك الحساب بربح كبير ومضمون. أي شركة بتحكي لك ربح كبير ومضمون فهي شركة وهمية ونصابة، ابتعد عنها فوراً. الآن من أفضل الشركات العاملة في مجال تداول الذهب برافع مالية عالية في الإمارات شركة XTB العالمية، مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية، إضافة للتراخيص العالمية من الحكومة البريطانية والتركية والبولندية والإسبانية. مقرها في مركز دبي المالي العالمي في برج الإندكس تاور في شارع السعادة الطابق 12. مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية العالمية، مقرها كما ذكرنا في دبي. تقدم خدمات تداول برافع مالية للذهب والنفط والفضة والبلاتين وكل المعادن والعملات والعملات الرقمية في منصة واحدة برافع مالية تصل إلى 1 إلى 500. يمكن أن تبدأ برأس مال بسيط 10 دولار 50 دولار 100 دولار 1000 دولار كما تريد يعني، لكن تعرف كلما زادت الصفقة كلما تزيد الأرباح. الآن هذا بالنسبة، بتقدم طبعا حسابات إسلامية حلال وحسابات تجريبية لكي تتدرب عليها وحسابات مصغرة، السحب والإيداع سهل وسريع بدون أي مشاكل. بتقدم تدريب وتعليم شامل مجاني متكامل، هذا مهم جدا، تدريب وتعليم شامل مجاني متكامل للعملاء. الآن بالنسبة لموضوع إنه إحنا شو نعرف شو نبيع والذهب بده يطلع أو ينزل، في مواقع عالمية، إذا ما بتعرف أنت بتحليله، في مواقع عالمية بتحلل لك تحليلات جاهزة متكاملة، مواقع عالمية لها نسخة عربية، منها مثلا موقع investing.com، موقع tradingview.com، موقع fxstreet.com. هالمواقع بتعطيك تحليل شامل متكامل للعملات اللي هو للذهب، تقدر تعتمد عليها في معرفة اتجاه الذهب في تختار صفقة شراء أو بيع. الآن
افضل الشركات الموثوقه حاليا كما ذكرنا في منطقه الامارات، دبي، ابو ظبي، كل الامارات وكل الخليج العربي، شركه اكس تي بي العالميه، لانها ايضا تقدم ضمانه لاموال العملاء. كيف؟ بتفصل اموال العملاء عن اموال الشركه، وايضا بتقدم نظام التعويض النهائي في حاله الافلاس لا سمح الله بكل اموال العملاء. شركه موثوقه مضمونه مرخصه بالشكل المناسب، تقدم افضل الخدمات مع منصات تداول سهله ورائعه وكل الخدمات والمزايا. رابط تسجيل مباشر في شركه اكس تي بي العالميه للتداول موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. هذا رابط تسجيل مباشر بدون اي واسطات او عمولات. بعد ما تضغط عليه بتسجل الحساب، تختار حساب تجريبي او حقيقي، بتتواصل معك الشركه عشان يفعلون لك الحساب ويكملوا لك عمليه تجهيز الحساب، وبتبدا التداول عادي خلال دقائق. يعني بعد ما يفعلوا لك الحساب، تفعيل الحساب باخذ يعني عاده خلال الدوام يعني عاده عده دقائق يعني فقط لا غير. الان افضل شركه كما ذكرنا شركه اكس تي بي العالميه في دبي. رابط التسجيل المباشر للشركه بدون واسطات او عمولات موجود اسفل هذا الفيديو، انقر عليه وسجل حسابك. ونتمنى التوفيق للجميع احبتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.